وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم الذي تفجر في قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. كنا عند البيت الذي يقول فيه الشيخ رضي الله تعالى عنه وبعد: العلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. تكلمنا عن العلم وقلنا المراد بإيه؟ خمسة ثلاثة أي هما؟ الملكة أو الإدراك أو المسائل. وهنا المراد إيه؟ الإدراك. إذا العلم يعني الفهم والإدراك. إذا العلم إما مطلق على الإدراك أي الفهم، وإما على الملكة اللي هي الهيئة الراسخة في النفس، وإما على إيه؟ على المسائل. المراد هنا إيه؟ الإدراك. الإدراك. فالعلم بأصل الدين هو أصل ولا أصول؟ أصول. آه. لا هي أصول، يعني زي عقائد، يعني دي أصول الدين. نعم. إذن أصل الدين يبقى الأصل اللي شرحناه فكري. نعم. ما إيه معناه؟ ما يفتقر إليه ولا ما يفتقر إليه ولا يفتقر ولا يفتقر هو إلى غيره. نعم. وشرعا ما يبنى عليه ولا ينبني هو على غيره. نعم. واضح؟ نعم. وأصل يعني إيه؟ أصول. والمراد بالأصل الجنس الصادق بمتعدد. قلنا كده الجنس تعريفه هو كل يصدق على كثيرين مختلفين. كعقيدة التوحيد غير عقيدة السمع غير البصر غير البعث غير السمعيات غير النبوات، كلها عقائد. نعم. هي ليست عقيدة واحدة ولكنها ايه؟ عقائد. يبقى بأصل المراد به ايه؟ أصول. فالمراد بالأصل اللي هو ايه؟ اسم الجنس الصادق على ايه؟ على متعدد. وينفع تاني انه أصل الدين يبقى أصل مضاف والدين مضاف إليه. نعم. وإذا أضيف المفرد مفرد مضاف يعم. يعني الإضافة تفيد الإيه؟ العموم. يعني بما يقال إنه أصل في الدين. وهذا العموم معناه ليس أصلا واحدا وإنما هي مجموعة أصول. فلما قال أصل الدين يعني ما يصح أن يقال عليه أصل. يبقى هو مفرد ولكنه يعم فيصبح إيه؟ بمثابة أصول، يعني بمثابة إيه؟ الجمع. فالعلم بأصل الدين وقلنا مراد أصل الدين يعني العقائد. نعم. التي تجب على كل مكلف. وبعد: فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. هذا هو البيت الخامس. وفهمنا الآن معنى أصل. نعم. ويراد بها إيه؟ مجموعة العقائد. نعم. وكل واحدة منها تشكل أصل، مجموعة العقائد التي تجب على كل مكلف، يعني إيه؟ مما هو واجب ومما هو إيه؟ مستحيل، ومما هو جائز في حق الله سبحانه وتعالى، ومثل ذا في حق إيه؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام. لا بدأ الشيخ في حضور في بعد كمان. الحمد لله شكرا لله. العلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. شرحنا المبادئ خمسة واسمين. أي تمام. فكل صفحة كاتب البيت
ويتخيل إليك جماعته. بس كويس احنا ايه يعني قلنا الحد وقلنا الموضوع والوضع واسمه علمه تمام كده انت مخك صح. وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. وصلنا عند ايه حكمه. ايه معنى حكمه؟ يعني حكمه ايه؟ حكم تعلمه. يعني تعلم هذا العلم اللي هو ايه؟ علم اصول الدين. ولذلك سميت كلية اصول الدين لانها ايه انشئت لغرض ايه؟ تدريس او المحافظة على هذا العلم. ثم ايه انضمت اليها علوم اخرى التفسير، لكن الاصل السبب اللي هو ايه؟ اصول الدين. يبقى اسمه علم ايه؟ التوحيد. حكمه الوجوب العيني بالدليل الإجمالي والكفائي أي بالدليل التفصيلي. نريد أن نفهم هذه جيدا. حكم تعلم علم التوحيد بل لك واجب عيني، لأنه هو بيقول وبعد فالعلم بأصل الدين محتم. كلمة محتم يعني واجب، لأنه إذا لم يكن واجبا إنما معنى كلمة يعني محتم يعني لابد. فكيف تجعل العلم به محتم؟ على مين؟ على الأزهر ماشي بصفة يعني هيعلم الناس، لكن على بقية المكلفين فيهم نساء فيهم عوام فيهم مثلا إيه جهلة فيهم من ليس عندهم الأهلية لدراسة أو لفهم هذا العلم من أساسه، بل لو إحنا درسناهم وعلمناهم يؤدي هذا إلى العكس، إلى يعني إثارة الشبهات عندهم والشكوك، فيؤدي إلى نتيجة عكسية. يبقى المراد هنا الوجوب العيني بالدليل الإجمالي وليس بالدليل التفصيلي، فهذا واجب كفائي يصدق كما في قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني تعلم هذا العلم بالأدلة الإجمالية أو الدليل إيه؟ الجملي أو الجملي. يعني إيه معنى الدليل الجملي أو الجملي وإيه معنى الدليل التفصيلي؟ الدليل الجملي هو المعجوز عن تقريره أو دفع الشبه عنه. يعني إذا قلت لك ما الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى، فقلت هذا العالم دون أن تعرف جهة الدلالة ولا كيفية الاستدلال فهذا دليل إيه؟ إجمالي. أما الذي يعرف جهة الدلالة اللي هي الحدوث أو الإمكان ويعرف أن يقررها وإذا جاءت شبهة يستطيع أن يرد عليها، هذا هو الوجوب الكفائي. إذن ليس واجبا عينيا على كل مكلف إلا معرفة الأدلة الإجمالية. يعني تقول له ما الدليل على وجود الخالق؟ يقول لك يا أخي سبحان الله هذا الخلق كيف يكون في خلق من غير خالق؟ زي ما يقول لك كيف تكون صنعة من غير صانع أو كيف يكون أثر من غير، لكن إذا قلت له هي جهة الدلالة لا يعرف. إنما اللي دارس يقول لك لا ده عندنا أربع جهات، إما جهة الحدوث إما جهة الإمكان وإما الحدوث والإمكان وإما الإمكان بشرط الحدوث. ده رجل عالم ودارس. هذا هو إيه؟ الوجوب الكفائي. يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني لم يكلف الله تعالى الجميع أو المجتمع أو كل مكلف أن يتعلم، وإنما كلف مجموعة معينة يجب على المجتمع أن يرقبها فيجب فيها الأهلية والنبوغ.
ويجب على المجتمع أن يوفر لها الوسائل وأن يعينها على التحصيل وعلى السفر وعلى الدراسة وعلى ملازمة أهل العلم حتى يعودوا إلى قومهم، كما قال تعالى: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا إيه؟ واجب على مين؟ على طائفة. وجوب إيه؟ وجوب كفائي. أما كل مكلف لا يعجز عن تقرير إيه؟ جملي. حتى الأعراب، حتى أشد الناس بعدا عن العلم وأشد الناس بعدا عن الثقافة، المشغولون بالتجارة والصناعة وجميع فئات المجتمع، لأن الله تعالى جعل فيه عقلا يميز به بين إيه؟ الخطأ والصواب، ويزن به الأمور الحياتية من تجارة أي شأن من الشؤون، فيستطيع أن يدرك بعقله الذي وهبه الله تعالى إياه أي دليل ولو إجمالي دون أن يدخل في التفصيلات ورد الشبه. الأعرابي لما سئل لم يكن درس علم الكلام ولا الفلسفة أو شيء من ذلك عن وجود الله، فقال: الأثر يدل على إيه؟ البعرة تدل على إيه؟ على البعير، وأثر الأقدام يدل على إيه؟ المسير. قال: أفسماء ذات أبراج وأرض ذات تجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الكبير؟ لكن ما جهة الدلالة؟ الحدوث ولا الإمكان؟ الأعراب يقول لك إيه الكلام للفارغ اللي بتقوله ده؟ أنا أسيبك، أنا خلاص، أنا إيه لكم دينكم ولي دين. إذا ليس من الحكمة أن ننزل بها عند الإيه العامة، لأنه في مصطلحات علمية وفي أقوال فلسفية لا يستطيع العام أن يقف عندها، لازم كل إنسان درسها وتلقاها عن شيوخ. الواجب لكلام الشيخنا الصحيح: وبعد فالعلم بأصل الدين محتم، يعني على كل مكلف من ناحية إيه؟ يعني مثلا لو سئل إنسان مكلف بالإيمان، وعارفين شروط التكليف كم شروط التكليف بالأصول هنا؟ شروط التكليف أول حاجة إيه؟ العقل، البلوغ، الشرط الثالث بلوغ الدعوة، سلامة الحواس. يعني واحد إنسان عاقل وبلغته الدعوة وفي سن التكليف وسئل عن الدليل على وجود الله فقال لا أعرف أو لا أدري، هذا لا إيه؟ إن كده كده آثم، ما ينفعش كلامي، مش حاجة اسمها معرفش، لازم تعرف ولو حاجة كده بالبلد أو حاجة مثلا كده يعني بالفطرة كده. إنما يقول لا أدري أو لا أعلم أو لا أعرف أي دليل، هل هذا يحصل منه؟ لا. إنما لو قال أي دليل مهما كان، حتى ولو نسمعه من عجائز النساء أو من الكبار في السن أو من أشد الناس يعني بعدا عن الثقافة والعلم، لأن الدين فطرة فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، فيجد نفسه مدفوعا كذا نحو النظر والتأمل وإن كان إجماليا. إذا قال أنا لا أعرف أو لا أدري هذا لا يحسن ولا ينبغي. واضح ولا مش واضح؟ وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. فهمنا الحكم. الوجوب العيني يعني بالدليل الإجمالي، والكفائي يعني بالدليل الإيه؟ التفصيلي. وبعد فالعلم، ما المراد بالعلم؟ قلنا العلم ثلاث أشياء، يا إما الملكة أو الإدراك أو الفهم، خلاص. والمراد هنا إيه؟ الإدراك. لكن هل المراد إنه يفهم أو يعرف، ولا المراد ما وراء ذلك اللي هو التصديق؟ الله تصديق، إذا معناها يقصد إيه؟ إذا علم الإنسان، لأن العلم إيه؟ ليس من أبواب العقائد، كما الاعتقاد ليس من باب العلم، الاعتقاد أو العقائد ليست من باب العلم، بمعنى إنه العلم قد يوجد ولا يوجد الاعتقاد،
فاليهود والنصارى يوجد عندهم العلم برسالة سيدنا محمد ولكن لا يعتقدون. يبقى ممكن يوجد العلم وممكن ما يجدش معه ليه الاعتقاد. يعني أحبار اليهود والنصارى يعلمون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والله تعالى يقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذا العلم. لكن هل اعتقدوا؟ هل بعد ما تبين؟ هل بعد ما علموا؟ هل اعتقدوا؟ إذن الاعتقاد ليس من باب العلم، لأن العلم يوجد في النفس مع عدم وجود الاعتقاد. فكيف يقول الشيخ فالعلم بأصل الدين محتم؟ والمحتم هو الاعتقاد يعني التصديق وليس العلم. لأنه لو كان العلم معنى كده اليهود والنصارى قاموا بأداء هذا الواجب لأنهم تحقق عندهم العلم. يبقى المراد بالعلم هو إيه؟ هو التصديق بعقائد الدين. يعني عاوز أقول لك التصديق بعقائد الدين أمر واجب محتم. طب لما هو المراد التصديق، طب لماذا لم يقل التصديق وقال العلم؟ من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن التصديق مبني على العلم. فكيف تصدق دون أن تعلم؟ يعني أعوذ يقول لك وجوب التعلم والتعليم إنما هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذ لا يتم التصديق إلا بأسبابه. وأكبر سبب اللي هو إيه؟ العلم. يبقى إذن إيه؟ من باب ما لا يتم، يعني ما قال العلم، لأن العلم هو الطريق إلى الإيه؟ إلى التصديق. فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. طيب العلم إذا أطلق عليه علم إيه؟ من أشهر ويعني أكثر وأوضح أسماء علم إيه عندك؟ علم التوحيد وعلم أصول الدين وعلم العقائد، وأيضا اسم الفقه الإيه؟ الأكبر. يبقى أشهر يعني اسم علم التوحيد ليه؟ ليس لأنه لا يبحث إلا في التوحيد أو فيما يتصل به بصفة الوحدانية، ولكنه يبحث في الإلهيات وفي النبوات وفي السمعيات وفي الغيبيات. يعني مسائله وموضوعاته أكثر من باب الوحدانية. فلماذا أطلق عليه علم التوحيد؟ ليه؟ لأن أعظم وأشرف وأشهر مباحث الوحدانية، ولأن هي الأساس الذي بعث الله تعالى من أجله الرسل. فلم يبعث الله تعالى الرسل عشان إثبات وجود الله، عشان إثبات أنه واحد. سبحانه. وما أرسلنا من رسول من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. فقضية التوحيد هي القضية الأساسية، هي اللي حولها المعركة، هي اللي من أجلها انقسم الناس إلى مؤمنين وإلى كفار، هي اللي من أجلها شرع القتال، هي اللي من أجلها قام سوق الجنة والنار، هي الأساس والأشهر. فلأجل هذا سمي علم الإيه؟ ولأنه شعار الإسلام، شعار الدخول في هذا الدين شهادة التوحيد. يعني الإنسان لا يدخل مثلا بقوله أشهد أن الله على كل شيء قدير، أو أشهد أن صفات المعاني، أو أشهد بأن محمد، لا بد أن يشهد بالتوحيد. فعشان كده سمي علم التوحيد، لأنه أول حاجة فيه وأهم حاجة وأشرف حاجة التوحيد. ولكن مش معناه مقصور على التوحيد، ده في أشياء كثيرة غير التوحيد. طب علم أصول الدين قلنا المراد إيه؟
أصل الدين يعني أصول الدين، لأن الأصل هنا جنس يصدق على متعدد، أو الأصل إذا أضيف يعم، ومعناها كل ما يسمى أو يقال له أصل. وأصول الدين يعني عقائد الدين، مفهوم كده تسميته به بأصول الدين، لأن ما عدا هذه الأصول من التكاليف الأخرى والشرائع والعبادات منبني على هذه الأصول، يعني هي أصول وما عداها فروع. والأصل قلنا ما لا يبنى على شيء، وغيره ما لا يفتقر إلى شيء وما عداه يفتقر إليه، لأن جميع التكاليف متوقفة على هذه الأصول، فعشان كده سميت إيه؟ أصول. علم إيه تاني؟ علم الكلام. سموا لي علم الكلام. قالوا لأن عنوان المباحث فيه لما يعملوا مبحث يعنونوا، كانوا في الأقدمين قبل ذلك لما كتبوا وصنفوا في العصور الأولى كانوا يعنونون المباحث، يقولوا إيه؟ باب الكلام في كذا، يعني الكلام في نبوة سيدنا، الكلام في الرؤية، الكلام في إثبات القدرة، يعني حطوا كده العنوان الكلام في كذا. فمن أجل هذا إنه كان يعنون كده بكده بهذا العنوان الكلام. هذا إيه؟ قول آخر سمي علم الكلام، مع إنه يعني قال لك الكلام ده صفة الكلام، يعني الكلام لله سبحانه وتعالى، هذه الصفة أشهر مباحثه. فما احنا لسه بنقوله أشهر المباحث الوحدانية، قال لك لا ده أشهر المباحث باعتبار أنه اشتهرت من كثرة النزاع والجدال بين الفرق. صحيح الوحدانية أشهر، لكن النزاع لما زاد حول صفة الكلام وإثباتها خدت شهرة زيادة، لأنه في نزاع في معارك، ده في ناس قتلت بسببها. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قتل في الفتنة بتاعت خلق ليه القرآن. فصفة الكلام انقسمت الأمة حولها أربع انقسامات أو أربع فرق. الأشاعرة طبعا ويمثل جمهور أهل السنة والجماعة، والما تردية لهم رأي، لكن قريب من مين؟ من المذهب. وبعدين عندك الحنابلة لهم كمان قول، وبعدين عندك الكرامية، وبعد كده المعتزلة. يعني كانت طوائف النزاع والجدال حول الايه المسألة دي كانت شديدة، لكن صحيح الوحدانية أشهر وهي الأساس، ولكن لم يحصل فيها نزاع. وطبعا لما يحصل نزاع في حاجة ولو كانت بسيطة هتاخد ايه؟ شهرة، هتاخد شهرة كبيرة. ده السبب. وقيل انه سمي بعلم الكلام لانه يورث القدرة على الكلام في إلزام الخصوم، يعني حجج عقلية، ويخليك يعني عندك ملكة تستطيع ان تتكلم بها مع المعاند او مع الخصم. ذا قول. أو لأنه أول ما يجب من العلوم التي تعلم بالكلام وخص به تمييزا، يعني قالوا إيه أول علم يجب أن يعلم بالكلام، يعني بالكلام يعني بالنطق بواسطة الكلام. فأول ما يجب على المكلف أن يتعلم أو ينطق إيه؟ كلمة التوحيد. فإن الولد الصغير إذا ما بدأ يعني ينطق ويتكلم، إذا فتح عليه أبوه يعني كده علمه يعني أن ينطق، وكان أول ما نطق به شهادة التوحيد لا إله إلا الله، لا يزال أبوه يؤجر عليها إلى يوم القيامة. لو هو أول ما إيه ما نطق بها. فما بيننا في اللي تولد في حضر بقى يا مولانا. نعم. فما بيننا بقى في اللي تولد في حضرة. يبقى الحي كله. يبقى هنا إيه قلنا إيه أول ما يجب من العلوم التي تعلم بالكلام ليس تحتها عمل، يعني نطق قول اعتقاد.
وذلك يسموه علم الكلام لأنه إيه مسائله كلها اعتقادية. نعم. يعني مش عملية. وخص به تمييزا. لما هو بيتكلم مثلا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بيتكلم يعرف أسماء الناس الشجرة أسماء العلوم يتحدث. فلماذا خصوا الكلام بهذا العلم؟ قالوا تمييزا يعني كأنه يعني هو الكلام وما عداه. يعني إذا كان ذا كلام يبقى هو ذا الكلام ذا. زي ما واحد يسمع يقول لك هو ذا الكلام يعني غير كده ملوش لازم. كأنه هباء هو ذا الكلام دون غيره لأنه يعني. أعلى شيء خلاص كده هو ذا الكلام اللي يقال أو يعلم لأنه ما عدا إذا علم من غيره مع كأنك ما عملتش حاجة كأنك يا أبو زيد ما غزيت. أو لأنه يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين. يعني أنت تقول الشبهة وأنا أرد وأنت تجيب رد ثاني يعني يدور الكلام فيه بين إيه؟ جانبين بين طرفين. لكن هذا ممكن يكون في علم آخر أيضا يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام إيه؟ من الجانبين. أو لأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عدا. وهذا قريب من الإيه؟ من الذي قلنا. اقرأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين آمين. واسمه علم التوحيد وعلم أصول الدين وعلم الكلام وعلم العقائد ونسبته أصل لعلوم الدين وما سواه فرع. يعني إيه معنى النسبة؟ يعني إيه علاقة هذا العلم بالدين؟ ده هو الأصل. نعم. وما على عداه إيه؟ فرع. نعم. يعني علاقته كعلاقة الأصل بإيه؟ فرع. نعم. ومعنى النسبة يعني العلاقة بينه وبين الدين. نعم. هو أصل ما سواه إيه؟ فرع. نعم. كما قال بعضهم أيها المغتدي لتطلب علما كل علم عبد لعلم الكلام يعني خادمة مفيش علوم آلهة وعلوم عبيد تطلب الفقه كي تصحح حكما وأغفلت منزل الأحكام. يعني بدل ما تتعلم الأحكام تعرف على إيه منزل يعني على ما ينبغي له من صفات الجلال والكمال والتوحيد. ومسائله الواجبات والمستحيلات والجائزات. ما المسائل يعني الموضوع بتاعه إيه؟ يبحث فيه الواجبات والإيه والمستحيلات والجائزات. نعم. الواجب يعني ما لا يتصور في العقل عدمه. طب والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده. طب والجائز ما يتصور فيه الأمران. هذا بالنسبة لمين؟ أطلق يعني الواجب والمستحيل والجائز في حق الله أو في حق رسله عليهم الصلاة والسلام كما قال ومثل إيه كل من كلف وجب عليه أن يعرف لله والجائز والجائز والمجتمع ومثل برسله فاستمع برسله فاستمع. إذا أطلق لأنه حتى يشمل معرفة الواجب والمستحيل والجائز في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق مين؟ رسله عليهم الصلاة والسلام. واستمداده من الكتاب والسنة والعقل. استمداده يعني شوف هنا قال لك الكتاب والسنة والعقل. هنا كلام سيدنا الشيخ الصاوي رحمه الله تعالى ورضي عنه بين لنا بعض الناس يهجمون على مذهب الأشاعرة ويقولون إنهم يقدمون العقل على الكتاب والسنة. الريض هنا من الكتاب والسنة والعقل. نعم. وفائدته في الدنيا صحة الأعمال وغايته الفوز برضا الرحمن ودخول الجنان. والمقصود هنا خد بالك بالكتاب إن الكتاب ينقسم إلى إيه؟ ها؟ عندك الكتاب كله إيه؟ الكتاب يعني القرآن. نعم.
كله قطعي الثبوت. نعم. وليس كله قطعي الدلال. إذن الأدلة كان أربعة: قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، قطعي الثبوت وظنيهما، وقطعي أحدهما ظني الآخر. لكن في باب العقائد ما نخش من الكتاب على طول، نأخذ بما هو إيه؟ قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. بالنسبة للعقل نأخذ من الأدلة اليقينية مش الظنيات أو التخمينات. الأدلة اللي هي واحد زائد واحد تساوي إيه؟ اثنين. فبالنسبة للسنة هنأخذ به للمتواتر اللي هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. أما الآحاد فلا يدخل في أبواب الإيه؟ الاعتقاد الأصول يعني، لا ممكن إيه؟ في الفرعيات يستأنسونه في السمعيات، لكن في أصول العقائد لا تبنى إلا على اليقين. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. طب الواقع العمل يا مولانا، هل هناك عقيدة ثبت على حديث أحد؟ لا، ما فيش عقيدة أساسية ثبتت بحديث أحد أبدا. طب مولانا، واستدلال البعض بأن سيدنا معاذ بن جبل يعني بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال إن أول ما يدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب ما هذا فرض وثبت بحديث هو شهادة أن لا إله إلا الله دي ثبتت بحديث أحد، ولا بالقرآن والسنة والإجماع والقياس وبالكتب السماوية السابقة. ومع ذلك لم يرسل سيدنا رسول معاذا وحده، ولكن كان على رأس وفد، فسمي أرسل معاذا لأنه هو الإيه؟ القائد. وسكت عن الباقين اللي مدخلين معاه بالتبعية. نعم. ففي ناس راحت معه، راحت كده بنفسه مفرد، راح مع بمجموعة. لكن ليه يقول مثلا بعث فلان مثلا، يقول لك ذهب الرئيس إلى فرنسا، راح وحده؟ لا، معاه يعني. نعم. فما معزة كان قائد أمير، مش رايح كده. نعم. وكان العلم حدث بالمجموع. نعم. لا بفرض واحد. ثم إنه سيدنا معاذ لم ينقل لهم السنة العقائد بروايات من أحاديث أحد، وإنما أخذها من مجموع الكتاب والسنة وما أجمع عليه الصحابة. خلاص كده؟ يعني يقولونش مثلا عقيدة الوحدانية بحديث، مش راح يعلمهم القرآن ويقرأهم كتاب الله سبحانه وتعالى. هل هذا يقال انه اخذ منه؟ وبعدين سيدنا معاذ النبي صلى الله عليه وسلم بعثه قاضيا للقضاء، ولم يبعثه لنشر العقيدة او الدين، فالموضوع بعيد عننا اصلا. لبعثه قاضي. مش كده؟ وقال له: بما تحكم؟ قال: ايه؟ بكتاب الله. بكتاب الله. لا. وبعدين راح قال له ايه؟ لأنه معاذ أرسله إلى قوم مؤمنين، مش كفار، لراح ناس باليمن مؤمنين. قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد يعني إذا قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي. قال: اجتهد. فهذا بعيد عن الموضوع. قوله: يحتاج للتبيين، أي الإيضاح. والتبيين إخراج الشيء من حيز الخفاء إلى حيز التجلي. فائدته إيه؟ فائدة العلم ده. وفائدته في الدنيا صحة الأعمال. أعرفنا استمداده منين؟ نعم. من الكتاب والسنة والعقل. ضبط عن العقل لازم. نعم. إنه من لم يقل إنه الأدلة اليقينية العقلية هي الأساس فليس من العقلاء ولا نتعامل معه. نعم. إنه الظنيات دي محلها فين؟ في الفروع والفقه. نعم. فائدته في الدنيا صحة الأعمال، لأن هذه الأعمال من صلاة وصيام وحج وسائر التكاليف لا تصح ولا تقبل دون أن تكون مبنية على عقيدة سليمة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وغايته الفوز برضا الرحمن ودخول الجنات.
قوله يحتاج للتبيين أي الإيضاح. يعني يقول لك وبعد فالعلم بأصل الدين يعني بمسائل الاعتقاد محتم، عرفنا محتم يعني واجب يعني لازم يعني لا بد منه، يوجد معنى واحد يحتاج للتبيين يعني البيان هو إيه؟ هو الإيضاح، يعني إخراج الشيء من حيز الخفاء إلى حيز التجلي، يعني خلي واضح ما فيهوش لبس ما فيهوش غموض ما فيهوش شبهة ما فيهوش شك، خلاص كده. طيب ليه يحتاج إلى التبيين؟ ما هي العقائد واضحة، أركان الإيمان أن تؤمن إيه؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهي موجودة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله قبل ظهور هذا العلم وقبل تدوينه. قال لي ما الذي يحتاج إلى تبيين؟ ليس هو العقائد ولكن العلم الذي نحتاج إليه في رد الشبه والدفاع عن العقيدة وحمايتها من تشكيك المشككين وإفساد المفسدين وزعزعة المزعزعين. يبقى الذي احتاج هذا العلم للتبيين لظهور الشبه والعقائد الفاسدة وانتشارها بعد الخمسمائة، يعني القرون الأولى كان ليس فيها يعني إلا أفراد أشياء قليلة لا تشكل تيار أو يعني اتجاه في الأمة، لكن بعد دخول الأعاجم واختلاط المسلمين بغيرهم ظهرت قضايا في القضاء والقدر وفي صفة الكلام وفي غير ذلك، وظهرت الفرق والشبه، فكان لزاما على العلماء أن يبينوا وأن يوضحوا. وهو معنى محتم يحتاج للتبيين. كمل. وإنما احتاج للتبيين لظهور الشبه والعقائد الفاسدة وانتشارها بعد الخمسمائة، يعني التوضيح والبيان عشان نعرف كيف نزيل هذه الشكوك وهذه الشبه وهذه المفتريات. لأن الأمة افترقت 73 فرقة، منهم فرقة الناجية، وهي ما كانت موافقة لما عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، والاثنتان والسبعون غالبها كفار. لما يعني يبدو هنا سيدنا الشيخ رضي الله عنه كأنه يعني جعل هذا الحديث اللي بتاع افترقت الأمم السابقة. يبدو أنه يعني نحو بعض من كتب في الفرق زي الشهرستاني والبغدادي وما كتبه ابن الجوزي وما كتب في كتاب الأشعري مقالات الإسلاميين، جعل هذا الحديث في أمة الإجابة، ولكن جعله في أمة الإجابة. الأمة منقسمة إلى قسمين، أمة الدعوة أمة الإجابة، يعني كل من على الأرض من البشر فهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يدخلوا في دينه لأن الخطاب والدعوة موجهة إليهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله، ده اسمه أمة الدعوة. أما من استجاب لهذه الدعوة ودخل في دينه يبقى يصبح من أمة الإجابة. فلو حملنا هذا الحديث على أن هذه الفرق اللي كان 72 فرقة لو حملناه على أمة الإجابة فهذا لا يتفق مع قوله كلها في النار، لأن كلها في النار يعني كفار، يعني ليسوا بمؤمنين. ولذلك هناك نزاع شديد في شأن هذا الحديث من ناحية السند ومن ناحية المشي. من ناحية السند لم يروه لا الإمام البخاري ولا الإمام مسلم، ومداروا على محمد بن عمرو بن عقب بن القاص الليثي، وقالوا إنه روى له الإمام مسلم لكن لم يروي له منفردا، ابن الوزير لكن بانضمامه إلى غيره.
وقال إنه صدوق له أوهام. والصدق وحده في رواية الحديث لا يكفي، فكيف إذا انضمت الأوهام إلى الصدق؟ فالإمام البخاري كان حريصا على أن يروي في كل باب من أبواب العلم ولو حديثا واحدا صحيحا، فلو صح هذا الحديث عنده ما تركه، لأنه كتاب الفتن وكتاب أشراط الساعة وتفرق الأمة والخلاف. ومع ذلك من العلماء من صححه زي الترمذي زي أبي داود وغيرهم، ولكن بدون الزيادة، يعني ستفترق أمتي على افترقت اليهود على 71 كده، والنصارى كان 72 والأمة 73، لكن ما فوش كلها في النار إلا وهي التي عليها تدور المعركة، وهي اللي فيها المشكلة الزيادة. إنما الافتراق حاصل سواء في أمة الدعوة أو في أمة الإجابة، الافتراق هنا وما هنا موجود، لكن المشكلة الحكم على الفرق بأنها في النار، يعني معناها ليست فرق إسلامية، معناها كده، لأنه لو كانت فرق إسلامية كيف والإمام الأشعري كتب الكتاب مقالات الإسلاميين، وإحنا بنسميها وندرسها في الكليات الفرق الإسلامية، يعني معناها كلها يجمعها وصف الإسلام. وذلك سمى كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين واختلاف المصلين. وذلك وجد كلام ذكرته عن ابن الوزير في العواصم من العواصم والقواصم، العواصم من القواصم وقت من العرب، قال احذر من زيادة كلها هالكة أو كلها في النار، إنها زيادة فاسدة من دسيس الملاحدة، إنه كل فرقة تدعي إنها هي الفرقة الناجية وإنه غيرها فين في النار. ومعناها هنفتح الباب يكفر بعضنا بعض ويفسق بعضنا بعض. ثم إنه في إشكالات أخرى في الحديث، وهي إنه هذا الحديث مش ماشي مع مع القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم بيقول كنتم خير أمة كده، احنا أفضل الأمة. طب لما اليهود 71 ده لو حملناه على انه في أمة الايه في أمة الإجابة، اليهود 71 والنصارى واحنا كام، يبقى احنا شر أمة؟ هذا يناقض الايه القرآن. القرآن بيقول كنتم خير أمة، والحديث ده احنا ألعن وأشعر. ثانيا بيقول افترقت اليهود على 71، ليس معروفا في تاريخ الملة اليهودية هذا العدد، كتب اليهود موجودة والديانة اليهودية لم تصل الفرق فيها إلى 10 ولا فين الباب، وكذلك النصرانيين. يبقى العدد لا مفهوم له، ممكن نقول العدد لها علاج أو لها حل ماشي، لكن يبقى ليه المشكلة الكبرى حول إيه الحكم على الايه الفرق بالنار. يبقى افضل ما يقال كما حقق ذلك فضيلة مولانا الشيخ محمد ابراهيم عبد الله في كتاب ابراء الذمة بتحقيق القول، بتحقيق القول في حديث افتراق الامة، قال انه الحديث ده في امة الدعوة وليس في امة، يعني معناها الامة الفرقة الناجية هي الملة الاسلامية، لانه في حديث على 72 ملة، وقالوا عدد الملل الموجودة في الأرض الديانات ما لا يجاوز هذا العدد. يبقى المراد بالفرق دي يعني الملل كلها، لأنه ممكن يقال على الأمة الإسلامية فرقة أو طائفة. ألم يقل تعالى عن اليهود والنصارى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، فيقال على اليهود كلهم فرقة وعلى النصارى فرقة وعلى الفرق الإيه الأخرى. يبقى المشكلة عندنا هنا إن الشيخ حكم إن الشيخ كأنه يعني جعل الحديث فيه مثل الإجابة، وأنه تابع في ذلك من صنف في الفرق، يعني الشهر الثاني اللي هو كتب في الملل والمحل، لو كان عايش في زماننا ده كان طلعهم كان 7300 فرقة مش 72، لأنه فين الفرق اللي ظهر اللي ظهرت بعده كثيرة جدا. اللي هي أمة سيدنا محمد دخل فيها اليهود والنصارى كلهم دخلوا طب كده اعتبار أمة الدعوة باعتبار الدعوة اعتبار أمة الدعوة
عندنا التقسيمه بتاعتهم ان هم استوت في اليهود على كذا والنصارى على كذا، لما نيجي العدد بتاعهم مع ام سيدنا محمد تبقى احنا كلنا زدنا كلنا على بعض كم؟ هم 71 النصارى خلوا العدد 72 والامه الاسلاميه كلها بشيعتها والمرجئه والمعتزله وكله 73 والمله الاسلاميه كلها فرقه واحده او مله ورأي ذلك من حزم ولنا في الفصل في المله انها عد اول فرقه اليهود ثاني فرقه النصارى وابن بس ابن حزم حملوا على امه الاجابه ايوه برضه يبقى المشكله خد بالك ليست في الافتراق لانه حاصل في امه الدعوه وفي امه الاجابه، لكن المشكله تاتي في الحكم على هذه الفرق بانها في النار، يعني معنى كده غير فرق ليست ايه؟ ومن هنا يجب كده زي ما قال الامام الغزالي في كتاب فيصل التفرقه، يجب التوقف عن تكفير الفرق الاسلاميه. نتوقف ليه؟ فإنهم مؤمنون بالله ورسوله، يعني الفرق الإسلامية مهما كانت تؤمن بالله وما تؤمنش وتقر بالشهادة لسيدنا رسول الله أو لا، يبقى هذه الفرق كلها مسلمة وكلها مؤمنة، وإنما خطأهم في التأويل وتكفيرهم، يعني تكفير الفرق الإسلامية فيه مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة، فليس في علماء المسلمين من حكم بكفر واحدة من الثنتين والسبعين، خلاص؟ ما فيش حد حكم بكفر واحدة من الاثنين وسبعين، كلهم سموهم ايه؟ فرق ايه؟ إسلامية. إذا الخلاصة اللي عاوز أقولها لا يستقيم أن نجعل يعني جعل الافتراق في أمة الإجابة لا يستقيم مع الحكم بأن جميع هذه الفرق في النار، ما يستقيمش أبدا. فالحل أنه نحمل الحديث على فرض صحته وثبوته أو ثبوت الزيادة على أمة الدعوة وليس على أمة الإجابة، لأن الله تعالى يقول عن الأمة الإسلامية كلها إن هذه أمتكم أمة واحدة. فلو كان الحديث صحيح كده كيف يبقى القرآن يقول أمة واحدة وهم 72 أو 73؟ يبقى إحنا نمشي مع الظواهر ليه النصوص ولا نكفر أي لهم خطأ، فعلا لهم أخطاء، أخطأوا في التأويل أو خالفوا أهل السنة والجماعة، لكن هل خرجوا من الملة؟ ولذلك سبحان الله عفى الله يعني ربنا سبحانه حفظ هذه الأمة من الشرك والارتداد وتبديل هذا الدين والتفرق فيه. في بعض الناس كده للأسف يأتي مثلا للكلام عن الفرق الإسلامية يروح يجيب الآية كده إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم شيء، يبقى الصوفية داخلين في الفرق الشيعة داخلين كل فرق كده والمذاهب ما خلاش. لكن المشكلة في ايه؟ انه في احسن شيء ان نفسر القرآن بالقرآن. من هم الذين فرقوا دينهم؟ المشركين. التفرق كان من شأن الأمم قبل اليهود والنصارى، لأن هذه الآية تعود على أهل الكتاب. نعم. اقرأ اللي قبلك إذا أن تقول إنما أنزل كتاب على طائفتين وإن كنا عن دراستهم لغافلين كم من حد فقد جاءكم بينهم الأظلم إن الذين فرقوا، كلام مش في أمه، وبدليل الآية الصريحة في سورة الروم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، يعني التفرق هذا في الدين واقع عند أهل الشرك وعند الأمم الإيه؟ السابقة. أما هذه الأمة عصمها الله تعالى بدليل قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم، فالبراءة يعني معناها ليسوا من أمته، ولم يقل أحد، ربنا يقول بقرأ لست منهم في شيء. هل هذا يقال في حق من يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ إن معنى كده الفرق دي بعيد عنينا. وبعدين في قراءة ثانية قراءة الكسائي وقراءة سيدنا حمزة يقرأ كده إن الذين فارقوا دينهم إذا خرجوا مرة، حتى الآية الثانية في الروم برضه يقرأها بنفس الطريقة ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا
يبقى هنا معناها يعني فارقوا دينهم، يعني خلعوا من هذا الدين وتركوه. نعم. إذا ما يصحش حمل الايه الحديث على أمة الايه الإجابة. نعم. وبناء على ذلك لا يصح أو لا يجوز، وهذا فيه مخالفة للإجماع، الحكم بتكفير الشيعة أو الحكم بتكفير المعتزلة أو الحكم بتكفير أي فرقة طالما إيه في إطار هذا الدين، من صلى صلاتنا وإيه واستقبل إيه قبلتنا وأكل ذبيحتنا. سيدنا علي رضي الله عنه لم يحكم بتكفير الخوارج مع أنهم كفروا، حكموا عليه الكفر، ومع ذلك قال لكم علينا إحدى ثلاث، قال لا نبدأكم بالقتال ولا نمنعكم الفيء ولا نمنعكم من المساجد. فلو كانوا من غير أهل الملة هل كان يسمح لهم بدخول المساجد؟ إذا معناها إذن الخوارج لم يحكم سيدنا علي رضي الله عنه بكفرهم. وما فيش فرقة من فرق الإمام الرازي لما تكلم برضو تكلم في الفرق، وله في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم، لما تكلم في تعريف أو في حد معنى الكفر قال كذا إن الأصول ثلاثة: الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال وما عدا ذلك فكله فروع، ولا تكفير في الفروع إلا في مسألة واحدة، وهي أن ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة أجمعت الأمة عليه وثبت بالتواتر القطعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى كنا نبحث في هذه الفرق، هل أنكرت أصلا من الأصول؟ يعني هل هناك فرقة تبع المسلمين قالت كذا إن الله ثالث ثلاثة؟ هل هناك فرقة قالت إن محمدا ليس رسولا من عند الله؟ يعني الخلاف لم يمس الأصول الثابتة، إذا الحكم بتكفير أي فرقة من الفرق دي جناية وجريمة، لأنه لو حكمنا عليهم بالكفر هيحكموا علينا هم إيه بالكفر وهكذا. الذين يعتقدون أن الله كقشرة البرتقال فوق الأرض، ما حكمهم هذا؟ والله شوف لكل مسألة يعني حكم، أو لكل نازلة قول، إذا ثبت هذا القول مع الضوابط المعينة التي تؤدي إلى الحكم بالتكفير فإذا مسألة انتقلنا من الكفر إلى التكفير، لأن هناك فرق بين الكفر لوصف اعتقادي، أصف هذا القول أو هذا العمل أو هذا الحكم بأنه كفر، أما التكفير ده لازم قضاء ولازم إفتاء، إنه له ضوابط، ممكن يكون هذا جاهل لا يفهم ما يقول، أو مكره، لأن الله تعالى يقول في شأن المكره إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه، فقد يكون اثنان أحدهما يقول قولا والثاني يقول نفس القول فيحكم بتكفير هذا ولا يحكم بتكفير الثاني. ليه؟ لأن هذا مكره والثاني قال عن عمد واختيار، هذا عالم يدري ما يقول، وهذا إذا فهم أو إذا وضح له الأمر يستطيع أن يتكلم. إذن فهذا هو الإجماع، لا نحكم، لكن ممكن نحكم على مسائلهم لأنها فسوق أو ضلال أو بدعة أو خروج عن أهل السنة والجماعة، يبقى يحكم يخطأ هذه الفرق أقوالها، يحكم عليها بالخطأ والصواب ويحكم عليها بأي شيء، أما أن نكفر لا، نترك هذه المسألة إلى الله سبحانه وتعالى، الله يحكم بينكم يوم القيامة بما كنتم فيه تختلفون. كم لما في الحديث افترقت الأمم السابقة على 72 فرقة وستفترقون 73 فرقة، واحدة ناجية و72 في النار، فمن أجل ذلك يعني لو حملناه على أمة الدعوة يبقى الواحد الناجي يعني أمة الإسلام. من أجل ذلك احتاجت، وإحنا بنحكم هنا على المجموع مش على الجميع، نعم نقول أمة الإسلام يعني الجميع أفراد، لما في ناس هتدخل النار
من الموحدين مثلا. والحكم على المجموع وليس على الايه؟ وليس على الجميع. يلا. فمن اجل ذلك احتاجت اهل السنه لاخراج عقائدهم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. استنى هنا في سؤال يقول لك بعض القنوات نقلت عن بعض الشيعة انه يوجد في كتبهم انهم يقولون بان القرآن محرف او انهم من قال بان القرآن محرف فهو مجتهد، فهل هذا يعد كفرا؟ هذا القول عند الشيعة تبرعوا منه، قالوا احنا ما عندناش ايه هذا القول. والمصحف الموجود في ايران هو دولة معها سلاح نووي تستطيع مسح العرب كلهم في الاتحاد. عندهم نفس المصحف اللي بنقرأه الآن في الأزهر وبيسمع في الإذاعة وبيصلوا به. فين الكلام لو كان محرفا كيف يصلوا به ويدعوا في بلادهم؟ يعني هذا القول غير، بل عندي أنا مستند فيه أكثر من 40 واحد من المراجع الكبار عند أنكر هذا الكلام. القرآن هو القرآن، إنا نحن وإذا قالوا بهذا الكفار إذا ثبت، لكن إذا كانت ادعاءات أو افتراءات. وهم قالوا ذلك في كتاب يتكلم عن هذه القضية ويذكر كبار وهذا قول مفترى. نعم. طعن السيدة عائشة. مين؟ طعن السيدة عائشة. سيبنا الآن، خلينا في القرآن دلوقتي. دي أحكام لازم ناخذ عليها. بعدين حنتكلم. وعلم التوحيد في الأصل كان سهلا، ولذلك اكتفى عبد الله بن سلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سأله عن نسبة الله تعالى بسورة الإخلاص. يعني العلم ده كان في الأصل سهل. إيه معنى سهل؟ يعني كانت الناس فطرها إيه سليمة، ما كانش فيه شبه، ما كانش في داعي للتغرير الكلام في الجوهر والعرض والمباحث العقلية والمستحيل وكذا والكل والجزئي. ولكن طبعا كل عصر له مقتضياته وكل زمن له ما يناسبه. ولك في الأصل، ولذلك اكتفى عبد الله بن سلام. لما أنا نقلت لكم العبارة بتاعت الإمام أبي حنيفة اللي في إشارات المرأة، يقول يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلهم كمثل قوم ليس بحضرتهم من يقاتلهم فلا يتكلفون حمل السلاح، أما نحن فقد ابتلينا بمن يطعن ويشكك. فكل وضع يعني ما يناسب الآن عصر العولمة وعصر إنكار الحقائق نفسها الثابتة. فكل عصر يحتاج إلى وسائل وإلى تقرير علم نستطيع له الدفاع عن هذا الدين وعن هذه العقيدة. أما في البداية نعم. ما حكم من وضع أبو بكر وعمر وعثمان على درج هذا يمر عليهم الداخل والخارج؟ هو أنت تسألني عن شيء أنت تعلمه يقين، هل أنت نسمح أن أحد مهما كان أن يمس شعره من أم المؤمنين ولا من سيدنا أبو بكر ومن سيدنا عمر؟ إنما نريد تحقق أن المسألة دي حكم أحكام، الذي يتولى الحكم هو القاضي. أنت بتسمع أقوال في كتب هم ينكرون صحة هذه الكتب، نرجع إلى الناس المعتدلين العقلاء يقول لك كانت في فترة والآن بدأنا نتراجع. والذي يحاسب الناس على العقائد التي استقرت في قلوبهم هو الله سبحانه. نحن نحكم على الأقوال ولا نذكر أشخاص، نقول هذا قول كفر، قول ضلال، فسوق، عصيان، لكن ما يدرينا أن هذا الشخص الذي نسب إليه هذا القول قد نطق به أو قد قاله أو قد اعتقده. شوف الآية في سورة التوبة يقول لك إيه؟ ذلك بأنهم قالوا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. ومع ذلك قد يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر. كنا نقولها قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، ده أمر عملي. وهموا بما لم ينالوا. شوف المجموع الثلاثة دول يعني مش مجرد الكلمة، مجرد سلوك عملي وبعد كده مجرد ايه نوايا واعتقاد وقصد. فنحكم على الكلام لكن ثبوته عن قائله دي قضية أخرى. فإذا ثبت فهم أشد الناس كفرا، كما قال بعض العلماء هم أكفر في هذه الحالة من اليهود. ايه فلا ندافع عنه، بنقرر عقائد ثابتة لا ندافع عن أحد. نعم. المهم
عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نسبة الله رد عليه بإيه؟ بسورة إيه؟ الإخلاص. عارفين سورة الإخلاص؟ اللي هي سورة إيه؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني لما جاءت العبارات هذه السورة عبارات موجزة، وهذه السورة سميت إيه؟ سورة الإخلاص. ليه؟ لأنها خالصة لله سبحانه وتعالى، ليس فيها من أمور الدنيا والآخرة ولا حلال ولا حرام ولا جنة ولا نار، كلها لله سبحانه وتعالى. هل فيها حكم؟ هل فيها ذكر جنة ذكر عذاب؟ يعني كلها لله، خالصة لله سبحانه وتعالى. فمن عرفها فقد كفته في عقائد التوحيد. يعني من عرفها، مش معناها من قرأها كذلك. ولذلك هذه السورة تعدل إيه؟ ثلث القرآن الكريم. قل هو الله أحد، أولا كده. إيه الفرق بين الواحد والأحد؟ بعض الناس يظن أنهما إيه مترادفان. يقول الأحد دي أصلها واحد، واحد الهم الواو انقلبت إلى إيه؟ إلى هم. الأزهري ده من علماء اللغة. الأزهري بيقول إيه؟ لا يوصف شيء بالأحدية بالأحد غير الله تعالى. شوف كده، فلا يقال رجل أحد، وإنما يقال رجل واحد. ولا يقال درهم أحد كما يقال رجل واحد ودرهم إيه؟ واحد، يعني فرد. بل أحد صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها غيره. خد بالك لما احنا بنقول مثلا لا أحد في الدار، مش كده؟ مش بنستعملها؟ ولا يوجد هنا أحد، يبقى معنى لا تطلق أو لا تقال إلا على الله سبحانه وتعالى في الإثبات، أما في النفي تطلق على غير الله. يعني في الإثبات فلا نقول رجل أحد، إنما نقول رجل إيه؟ واحد. يبقى الأحد لا يطلق في الإثبات إلا على الله تعالى، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. يبقى رجل إيه؟ واحد، ما نقولش رجل إيه؟ أحد. هنأتي إلى بعض الفروق. الواحد غير الأحد. ليه؟ لأن الواحد يدخل في العدد، أما الأحد ما يدخلش. فلما نعد نقول واحد، ما نقولش أحد. فالأحد ده ما يدخلش في العدد، لأن الواحد العدد بيبدأ بالواحد ولا يبدأ بالإيه؟ بالأحد. فالواحد يدخل في الأحد والعكس لا. كيف يعني العكس لا؟ الواحد يدخل فين؟ في الأحد، لكن لا يدخل الأحد في الواحد. إذا قلت فلان ده لا يغلبه واحد، فلان ده لو قام واحد يصاره لا يغلبه واحد، لكن يجوز أن يقاومه اثنان. أما إذا قلت لا يغلبه أحد، لا نفي ولا إثبات. إذا لو قلت فلان ده لا يقاومه واحد، يعني معناها يجوز أن يقاومه اثنان. إنما إذا قلت لا يقاومه أحد، يعني ما حدش يقاومه خالص. يبقى الواحد يدخل فين؟ في الأحد، لكن العكس لا. وجبنا إيه؟ المثال. الواحد يستعمل في الإثبات والأحد في النفي. تقول في الإثبات كده رأيت رجلا واحدا، مش كده؟ لكن لا يجوز أن تقول رأيت رجلا أحدا، لكن في النفي تقول ما رأيت أحدا. يبقى الواحد يستعمل إيه؟ في الإثبات والأحد في النفي. ده كلها فروق لغوية. الأحد لا يدخل في العدد، أما الواحد يدخل فيه. ضد الواحد إيه؟ ضد الواحد اثنان. طب وضد الأحد؟ ها؟ يبقى الواحد ضده ايه؟ اثنان. واحد يبقى اثنين. اما الاحد ضد الاخر. قال احدهما ولم يقل قال الثاني وقال الاخر.
كثير في القرآن، قال أحدهما إني أراني، لكن لو قال قال واحدهما كان قال قال إيه ثاني، يبقى الأحد ضد إيه الواحد، الواحد ضد اثنان، أما ضد الأحد إيه الآخر. قال تعالى قال أحدهما إيه إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر، يبقى اللي ضد الأحد إيه الآخر. طيب الأحد يجيء في الكلام بمعنى الأول ويأتي أيضا بمعنى الواحد، يعني ممكن يستعمل الأحد بمعنى الواحد أو بمعنى الأول، زي إيه زي ما تقول إيه كده يوم الأحد، إيه معنى يوم الأحد؟ يعني يوم الأول، يعني أول أيام الله تعالى. وبعضهم قال معنى يوم الأحد يعني يوم الله، يعني الأحد هنا لله، يعني الأحد يعني الله، إذا وصف لله إضافة إلى الله. وبعضهم قال الأحد يعني اليوم أول يوم، يعني أول الأيام، مش كده أول أيام الأحد مع كده الاثنين الثلاثاء إلى آخره. في فرق تاني بين أحد وواحد، أحد يستوي فيه المذكر والمؤنث، يعني مثلا يا نساء النبي لستن كأحد، وفي المذكر لا نفرق بين أحد، إنما إذا واحد لازم نقول واحدة، قل إنما أعظكم إيه بواحدة مش بواحد، يؤنث ويذكر. والله تعالى أعلم. عظيم بعض الله كان بعد المرة إن شاء الله يا أخوان بس تكمل فقط للبيت فقط، إذا انتهينا من البيت تكمل شرط مع الله. حياتي يوم الأربعاء إن شاء الله. الكتاب نجيب من غير من المكتب 15 دنانير. نتكلم فيه قبل الصلاة الإخلاص، سورة الإخلاص والفرق بين الواحد والأحد، وآخر حاجة تكلمنا قلنا أحد يستوي فيه الإيه المذكر والمؤنث، يعني ما فيش حاجة في اللغة العربية اسمها أحدة، لأن في واحد وفي إيه في واحدة، في مذكر وفي إيه، أما أحد ما فيش إيه، بدليل أنه في استعمال في شأن النساء، قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد، ولم يقل كإيه كأحد، وفي المذكر أو جاء أحد منكم، وقلنا أحد لا يدخل في الإيه في العدد، لأن العدد يبدأ بواحد، وهذا كلام الأزهري وهو من أئمة اللغة، ولكن بعضهم رد عليه وقال أبدا أحد يدخل في العدد، ألا نقول أحد وعشرون مش إيه؟ مش أحد وإيه؟ وعشرون. فقال هنا أحد يستعمل بمعنى الواحد، إذا معناها واحد وعشرون، ما لسه بنقول ويستعمل أحدهما في معنى الإيه؟ فيستعمل أحد بمعنى في فرق بين الوضع والاستعمال، يبقى في فرق بين الوضع في أصل اللغة وبين الإيه الاستعمال، وبين الاستعمال. فإذا رأيت ما يخالف هذا الكلام فإنما هو في استعماله بمعنى غير الذي وضع له، واضح هنا؟ نعم.
وقلنا انها سوره الايه الاخلاص لاكثر من ايه من سبب. بعض قال لانها تكون سببا في تخليص صاحبها او الذي يكثر من قراءتها من العذاب، او لانها خالصه لله، يعني ما فيهاش لا حرام ولا حلال ولا حكم ولا خبر ولا حتى الكلام في امور الاخره، كلها خاصه بمين؟ بالمولى تبارك وتعالى. خلاص كده؟ نعم. خالصه لمين؟ لله. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد، وجاء بالنفي في الماضي، لم يلد، لم لما تدخل على المضارع تحول الى ايه؟ الى ماضي. الى ماضي. ولم يقل لم يلد، لم يقل ايه بالنفي كده لن، انما قال لم، لانه رد على كلام قالوه وسبق ومضى. الا انه من افكهم لا يقولون، ولا هم يقولون في الماضي، فلازم يجي النفي فين؟ في الماضي. خلاص كده، ان هذه الاقوال قيلت ومقرره وموجوده عندك، واضح؟ لذلك بعض العلماء قال ان هذه السوره على وجازتها نفت انواع الكفر وانواع الشرك، بعضهم جعلها ثمانيه او اقل او اكثر. فمثلا في الايه الاولى، هي كم ايه السوره؟ ها؟ اربع ايات. قل هو الله احد، هذا يبطل ايه؟ يبطل دين اللي هم قالوا بالاثنينيه الثانويه، وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين، اللي هم المجوس الذين قالوا بالهين، اله للنور واله، هذا ايه دينهم باطل، لان الله احد وليس ايه اثنين. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين، ضمه الالهين حيكون اثنين، اللي هي معنى التوكيد بايه؟ باثنين، وهو ايه؟ ها؟ قلت ايه؟ يعني لو قال الهين يعني معناها اثنين، بس واحد فيهم اللي شغال والثاني يعني زي كانهم بيكملوا بعض، هم اله واحد. في الحقيقة أو يوهم الاتحاد أنه متحد، يعني معناها متحد، أو هو إله واحد ولكن له مشارك. نعم، يعني هو إنما إلهين اثنين، يعني كل واحد منهم إله مستقل، يعني هم اثنين مش واحد وثاني مساعد لهم تابع ليه، يعني هو ده إله كامل وده إله كامل. أو فائدة ذكر إيه؟ اثنين بعد التثنية، لأن التثنية تفيد أنهم إيه؟ اثنان. يبقى إذن أحد يبطل مذهب الإيه؟ الثانوية، ومن باب أولى يبطل دين النصارى إذا كان ما فيش إيه؟ اثنين، فمن باب أولى ما فيش إيه؟ ثلاثة. ويبطل أيضا دين الصابع اللي هم قالوا بألوهية الكواكب وإيه؟ والنجوم والشمس والقمر، لأنها متعددة. يبقى حيبطل كم دين كلمة أحد؟ تبطل الثانوية، وتبطل النصرانية التثليث، وتبطل الايه الصابئة. طب والآية الثانية الله الصمد، تبطل مذهب أو دين من أثبت خالقا سوى الله تعالى، لأنه لو وجد خالق آخر لما كان الحق تبارك وتعالى مصمودا إليه في طلب الحاجات. الله الصمد بمعنى ايه؟ الصمد الذي يحتاج اليه ويلجأ اليه ولا يحتاج هو الى احد. فلو كان في آلهة اخرى لما كان الحق تعالى مصمودا، يعني محتاجا. هذا قول في ايه؟ تفسير او في معنى ايه؟ الصمد. يبقى الثالثة، الآية الثالثة، قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، تبطل مذهب اليهود، لأنهم قالوا إيه؟ عزير بن الله. وتبطل مذهب النصارى في المسيح، المسيح ابن الله، هذا قول النصارى. وتبطل قول مشرك العرب الملائكة بنات الله، يعني تبطل أقوال المشركين وأقوال اليهود وأقوال مين؟ النصارى.
طب والآية الرابعة تبطل مذهب المشركين في اتخاذهم الأنداد والأصنام وجعلها أندادا أو شركاء لله سبحانه وتعالى. يعني جعل الأصنام دي بمثابة يعني كأنها مكافئة كفر ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة السورة الكريمة في حق المولى تبارك وتعالى تشبه سورة الكوثر في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت منين المشابهة؟ لأن الطعن بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بنفي الولد عنه، أما الطعن في الله كان بإثبات الولد. فكأن الولد في حق المخلوق كمان الذي لا ولد له كأن هناك عيب، أما في حق الخالق نقص. فطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم بكونه أكثر، يعني لا يعيش له ولد. إذا الطعن كان في حقه صلى الله عليه وسلم بسبب أنه لا ولد له، أما في شأن المولى سبحانه وتعالى فبسبب أنهم يريدون إثبات الولد بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه في حق الله نقص وفي حق العباد كمال. ولذلك تجد عجب بدأت السورة قل هو الله أحد، لكن في إنا أعطيناك لم تبدأ بقل، فكأن الله تعالى يقول له كن أو قل ذابا عني وأنا أذب عنك. إنا أعطيناك للتوبير، أنا حتولى الذب والدفاع وأنت قل. لما في سورة الكوثر ما قالوش أنت دافع عن نفسك، قالوا أنا اللي أدافع. فلم تأتي في أولها قل إنا أعطيناك، إنما جاءت فين في مشابهة بين السورتين دي صد ودي صد. لكن في الإخلاص كم آية؟ أربعة. في الكوثر ثلاثة. لذلك هي أقصر سورة ولا يجوز أن نقول أصغر. في القرآن سورة صغيرة إنما قصيرة، لأن التصغير فيه فيه تحقير أو ينافي التعظيم، ولا يجوز أن نحقر من شأن ما عظمه الله سبحانه وتعالى. يلا ثم لما اختلط بشبه أهل الضلال. ارفع الصوت عشان في ميكروفون كان شغال. انت سامعين كده الصوت واضح؟ واضح ولا مش مسموع؟ اهو مولانا جاء كده نفحة روحية كده. يلا ثم لما ثم لما اختلط بشبه أهل الضلال اشتغل الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه والإمام أبو منصور الفاتمي رضي الله تعالى عنه بتدوينه وضبطه، كما اشتغلت الأئمة الأربعة المجتهدون رضي الله عنهم بتدوين الفروع والرد على المخالف. يعني كان هذا العلم موجود في عند الصحابة رضي الله عنهم على هيئة الملكات، كانت مسائل وقواعد، ولكنه بعد ذلك اختلط الأمر وجاءت الشبه من أهل الضلال والإمام، اشتغل مولانا الشيخ أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتردي. وأبو الحسن الأشعري هو علي بن إسماعيل بن إسحاق من نسل الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. بينه وبين الأشعري حوالي 8 بينه وبين أبو موسى الأشعري الصحابي. وأبو منصور الماتريدي هو محمد بن محمد بن محمود من أئمة علماء السلام، نسبته إلى ماتريد بسمرقند، له كتاب التوحيد وهام المعتزلة وهو مطبوع الكتاب بتأويلات آل السنة 5 مجلدات. وكاشتغال الإمام الجنيدي وأغراضه رضي الله عنهم بعلم السر
والتصوف الله ومعرفة شروطه وآدابه، لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأولى الأولى في علم التوحيد اللي هو الأصل، هو أصل الدين. لا عشان اكتمل التلاتة يا مولانا، إيمان وشريعة وإيمان وتصوف التلاتة يعني. هو ينقصك مقام التسليم. لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الظاهر والباطن. نعم. أول الحتة وادي زي مولانا علم الظاهر والباطن وزي نقل وكلام من طب لما قال الناظم رحمه الله تعالى: لكن من التطويل كلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم. عظيم. بس هنا خلصنا البيت: وبعض العلم باصل الدين وحتى من احكامه للتبيين الباقي سهل، لكن من التطويل كلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم. يعني عاوز يقول لك ايه، الان اصبح انشغال الناس بأمور معاشهم وبالعلوم الأخرى ليس عندهم الوقت الكافي في تحصيل هذه، فيجب إيه؟ التفصيل والاختصار. نعم. والمراد بالتطويل الكلام الزائد على أصل الحاجة. يعني إذا كان هناك تفصيلات وتقريرات وشبه، هذه فكرة لمين؟ لأهل التخصص. نعم. أما سائر الناس فيجب إيه؟ الاختصار. والمراد بالاختصار اللي هو غير المخل، اختصار غير مخل، والتطويل غير ايه الممل. فاذا كان الاختصار مخلا فهو مذموم ايضا. نعم. نعم. يعني اذا اختصرنا اختصار شديد كده خلناه شبه الغاز فيكون هذا ايه مذموما. لكن من التطويل، عرفنا التطويل المراد به الكلام الزائد على اصل الحاجه. نعم. الحشو. كلت يعني تعبت مرضت. ده اذا كان في همم، اما اذا لم يكن هناك همم يبقى خلاص. اذا كان في همم يحسن ان يقال هذا الكلام، اما اذا لم تكن هناك همم. نعم. لكن من التطويل جدت الهمم. قوله لكن من التطويل هذا استدراك على قوله يحتاج للتبيين، لأنه ربما يتوهم منه أنه لما كان محتاجا للتبيين والتخليص من الشبه والعقائد الفاسدة لزمه التطويل فقال لكن إلى آخره. والتطويل هو الكلام الزائد على أصل الحاجة. قوله كلت أي تعبت. قوله الهمم جمع همة، وهي في اللغة القوة والعزم، يعني العزائم والقوى ضعفت. نعم. واصطلاحا حالة للنفس تتبعها قوة إرادة وغلبة، وغلبة بعاف إلى نيل مقصود ما، فإن تعلقت بمعاني الأمور فهي علية وإلا فدنية. يعني عاوز يقول لك الهمم منها ما هو علي ومنها ما هو دني، في همم عالية علو الايه الهمة، وفيه دنو وتسفل. وقولنا بمعالي الامور اي بان كان ساعيا في حسنه لمعادي او درهم لمعاشه. وقولنا والا فدنيه اي ان تعلقت بالدنيا فقط. واسناد كل الهمم كل اسناد الكل يقول لك لكن من التطويل كلت، اسناد الايه الكل اللي هو التعب في اذنك، وهو كل من الايه من الكلال اللي هو العياء يعني. هو كل على نوره. هنا اسم اسناد الكل للهمم مجاز عقلي. هل الهمم اللي كلت ولا اصحابها اللي كلوا؟ اصحابها. هنا مجاز ايه؟ مجاز عقلي. والجماعه يعني هؤلاء لا يؤمنون بالمجاز في القران ويريدون نفيه من اللغه ايضا. يعني لم يختصر نفيه في القران، لكن عايزين نفهم من اللغه.
يبقى لكن من التطويل كلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم. امام سيدنا الشيخ ابو اسحاق الاسرائيلي قال جميع ما قاله المتكلمون في التوحيد قد جمعه اهل الحقيقه في كلمتين. يعني عشان كده لو في فيض او في الهام او في كشف او في صفاء يبقى خلاص مش محتاجه. الأولى اعتقاد أن كل ما تصور في الأوهام فالله تعالى بخلافه، والثانية اعتقاد أن ذاته أن ذاته تعالى ليست مشبهة للذوات ولا معطلة من الصفات، لا مشبهة للذوات أو مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات. الكلمتين ثم خلاصة هذا العلم. قوله فصار فيه الاختصار وهو ذكر العقائد بأدلتها فقط دون ذكر الشبه وأدلتها والرد على أصحابها، أي فلا يكون مني تطويل بأن أذكر العقائد وأدلتها والشبه وأدلتها. يعني ذكر العقائد بأدلتها دون ذكر الشبه وأدلتها، يعني الأدلة اللي هي ترد على هذه الشبه والرد على أصحابها ومتى نشأ ومتى ولد وسبب هذه الأفكار ومن أين تطرقت إليهم وكيف قالوا بها ومن الذي، كل هذا تطويل. المهم احنا معنا ذكر هذه العقائد بأدلتها ولا اقتصار بأن أذكر العقائد فقط دون أدلتها. أو لو ذكرنا العقائد فقط دون أدلتها يبقى احنا خرجنا من علم الكلام إلى علم العقيدة، والعقيدة محصلة وموجودة في نصوص الكتاب والسنة. إنما الأدلة دي يبقى نتحول إلى إيه؟ الدفاع وإلى التأسيس العقلي وإلى الاستدلال وإلى الحجج. خلاص؟ ومع ذلك لابد من تفريق بين العلم العقيدة وعلم الكلام. لا، علم العقيدة تحصيل من الكتاب والسنة وهو محصل قبل تدوين أو قبل ظهور علم الكلام. أما علم الكلام ده يعني كأنك يعني تسميه علم الدفاع أو علم حماية العقيدة، سياج حراسة عقيدة كده تعريفه، علم يقتدر معه أو به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية. يبقى إذن العقائد الدينية موجودة ومحصلة، لكن الذي نحتاج إليه هو الإثبات بالأدلة اليقينية ورد الشبهات، هذا الذي نحتاجه. طب إذا كان ذلك فلما أطلقه إن من أسماء علم الكلام علم العقيدة تجاوزا، لأنه هو يعني نسميه علم على اعتباره هو الأصل. باعتبار أنه أصل ودي سياق يقوم بدفعه. قال الناظم رحمه الله تعالى وهذه أجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هددتها. قوله وهذه يعني هو سماها كذا، هذه أرجوزة تكلم فيها معنى الرجل لقبتها، هناك اسم ولقب وكنية، جوهرة التوحيد قد هددتها. فبعض العلماء كما نقل سيدنا الشيخ الشعراني في كتابه لطائف المنن الكبرى يقول ينبغي اجتناب تسمية الكتب بما يضاهي القرآن. يعني واحد ما يقولش كتاب يسميه مفاتيح الغيب أو الآيات البينات أو مثلا يعني كأن هذا كأنه فيه شبه مشاركة للحق سبحانه وتعالى، ولكن البعض أجاز ذلك أو في خلال ما قاله الشيخ الشعراني. وقيل بسم الدين لأنه الإمام الرازي سمى كتابه مفاتيح الغيب، وهذه إيه بقوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب. قوله وهذه اسم إشارة عائد على الألفاظ فقط أو المعاني فقط أو النقوش فقط. سبع احتمالات هذه الإشارة ترجع عليه، قالوا الألفاظ أو المعاني أو النقوش أو الألفاظ والمعاني أو الألفاظ والنقوش أو المعاني والنقوش أو الثلاثة. احتمال المختار منها إيه؟
عوده على المعاني المستحضرة ذهنا، من لم يكن لا هناك لا ألفاظ لسه ولا إيه ولا نقوش. إذا وجدت قبل التأليف يا مناسب. إذا قيلت قبل التأليف. ثم إن قلنا إن الذهن يقوم به المفصل فالأمر ظاهر، وإن قلنا إنه لا يقوم به المفصل فالكلام على حد مضاف واحد أي مفصل هذه. إن قلنا إن يعني تصور المنظومة كده بأبوابها وأبحاثها ومسائلها لو قلنا ذلك. إن قلنا إن أسماء الكتب من قبيل عالم الشخص، وأما إن قلنا إنها من قبيل عالم الجنس فالكلام على حد يمكن أسماء الكتب دي من قبيل عالم الجنس، وأسماء العلوم من قبيل عالم الشخص. يعني في أسماء للعلوم وفي أسماء للكتب. فالكلام على حد مضافين أي مفصل النوع هذه. والحق أن الذهن يقوم به المفصل، وأسماء الكتب والعلوم من قبيل عالم الشخص، بناء على أن الشيء لا يتعدد بتعدد محله، والفرق تحكم، فلا حاجة لتقدير شيء أصلا. يعني الشيخ هنا ذهب إلا أنه سواء كان أسماء كتب أو أسماء علوم من الكتاب فيه في علم، والعلم يحويه كتاب أسماء الكتب من قبيل، وكذلك أسماء العلوم من قبيل عالم الشخص يعني المشخص بعينه ليس جنسا. الشخص يعني نوع محدد، إنما الجنس يصدق على متعدد. واعلم أن اسم الإشارة لا يشار به إلى الكلى إلا لمحسوس حاضر. يعني نقول وهذه اسم الإشارة في هذه، وهذه أرجوزة يشار به في الأصل للمحسوس الظاهر، هذه شجرة، هذا فلان. وكيف أشير هنا إلى المعاني الذهنية المعقولة؟ والمعاني الذهنية معقولة، فيكون في الكلام استعارة بالكناية، حيث شبه المعاني الذهنية بشيء محسوس، وطوى ذكر المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه. اللي هو الإشارة. يعني هنا في الكلام استعارة مكنية. هي الاستعارة المبنية، شبه المعاني الذهنية بشيء محسوس، ففين المشبه والمشبه به؟ طوى ذكر المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه وهو الإشارة، فإثبات الإشارة تخيل، يعني كان يتخيلها في ذهنه، ومن هنا حسنت الإشارة. وهو الإشارة فإثبات الإشارة تخيل. ولك أن تجري فيها استعارة تصريحية بأن تقول شبه المعقول بالمحسوس، واستعير لفظ اسم الإشارة الموضوع المحسوس لذلك المعقول والأول أقرب. يعني يمكن تجعلها استعارة مبنية أو استعارة تصريحية، لكن الأول أقرب. قوله أرجوزة أي منظومة من بحر القدر. يعني الآن بنتكلم في أرجوزة، يعني نظمة من بحر الرجل، أحد بحور الشعر. كم بحر؟ 16 بحر، وأجزاؤه يعني أجزاء اللي هو بحر الرجز مستفعل 6 مرات، مستفعل 6 مرات. وإنما قد لما نقول هنا رجز يبقى المنظومة دي كم بيت، وحسبنا الرجز كل شطرة واحدة هتبقى كام؟ 288 بيت. وإن حسبنا الشطرتين هتبقى كام؟ 144 بيت. صح أن نقول إن الرجز ممكن تحسب المشكور وممكن تحسب الكامل، فيجوز أن نقول 144 ويجوز أن نقول 288. وعدتها 144 إن قلنا إنها من كامله، وأما إن قلنا إنها من مشهوره فتكون 288. لو قلت من الكامل إذا كان 144، إن قلت من المشهور إذا كان 288. وسواء كان من هنا أو من هنا، الشيخ ألفها في ليلة واحدة، نظمها في ليلة واحدة. اللي عودها 144 شهر عشان تشوف. وإنما كانت نظماً لأنه أسهل وأحلى في تعاطيه وحفظه، ولا يرد علينا ما ورد من ذم الشعر. النظم هنا يسهل الحفظ
وفيه حلاوة في السماء والنفس ترغب فيه. يعني فيها ميول لسماع النظم غير سماع النغمة. لكن لا يرد ما ورد من ذم الشعر لأن ذلك في شعر اشتمل على مدح من لا يجوز وفي مغالاة وفي مغالاة هذا. لكن في قول صريح أو حديث يقول إن من الشعر لحكمة فليس الشعر كله مذموما وإنما اللي فيه يعني وصف النساء أو فيه غلو أو فيه كذب. وأما في مثل هذا الكتاب فمنظور غاية المدح لقوله عليه الصلاة والسلام إن من الشعر لحكما. أو قال وهذه أرجوزة لقبتها يعني سميتها. ولماذا لم يقل سميتها؟ لأن اللقب يشعر بمدح ويشعر به. فكيف يمدح كتابه؟ كيف يعني يمدح؟ ومدح الكتاب يعني بيمدح نفسه. وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد يعني كأنها يعني حاجة نفيسة وعالية جدا في التوحيد. مين اللي بيقول؟ هو الله. لو كان زميلنا احنا او في ايامنا كان يعني جبنا جميع الطعن وجميع التشكيك في رد هذا القول. فمدح الانسان كتابه يخرج مخرج التحدث بنعمة الله تعالى والنصح لمن اراد ان يتعاطى. يعني السبب هنا يجوز في بعض الأمور أن يمدح الإنسان كتابه حتى ينصح من يقرأه أو من ينتفع به. وأيضا يخرج هذا مخرج التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. أما بنعمة ربك فحدث. يعلم ما يقول إنسان لآخر أنا في هذه المسائل درستها وأحفظها وأتقنها جيدا وهو صادق هذا لا شيء فيه. ويؤخذ هذا من قوله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أو يعني نسب إلى نفسه لكنه صادق لا يكون فيه مبالغ. والله تعالى يعلم المفسد من المصلح والصادق من الكاذب. يا بعض الناس قال هذا الله أعلم. لكن إذا قصد أنه يتحدث بنعمة الله وأن يعرف الإنسان قيمة هذا العلم فلا شيء أن يمدح كتابه أو يمدح علمه أو يمدح نفسه. بس يكون بعيد عن الرياء. إذا كان يخاف من الرياء ما يمدحش نفسه ولا يخليش حد يمدح. قوله لقبتها أي سميتها تسمية تشعر بمدح. ما يعني قال لقبتها لأن اللقب ما أشعر بمدح أو من هو يتعدى بالباء وبنفسه. قوله جوهرة هي يعني ينفع لقبتها بجوهرة التوحيد أو جوهرة. فالفعل يجوز أن يتعدى بالباء ويجوز أن يتعدى بنفسه. نعم. قوله جوهرة هي في الأصل الدرة الغالية النفيسة. يعني الشيخ هنا سماها جوهرة التوحيد. هناك الشيخ الكبير سماها الجريدة البهية. يعني ده مدح وده مدح. يعني إن كان قد مدح فله يعني أسوة في العلماء. ولا شك أن مسائلها نفيسة جدا فشبه الشيء النفيس بالجوهرة واستعار اسم المشبه به المشبه بجامع النفاسة في كله على طريق الاستعارة التصريحية المصرية. وإذا كانت جوهرة التوحيد الذي هو أشرف العلوم فهي جوهرة غيره بالأولى. قوله قد هددتها يعني تكون جوهرة الفقه. يعني إذا كانت التوحيد نفسه أشرف العلوم هو نفسه جوهرة فهي جوهرة. إذا قال جوهرة بغيره من بالغ قوله قد هددتها أي نقحتها وصفيتها من قدرات الشبه والعقائد الفاسدة والحشو والتطبيل. وهذه الجملة دليل لتسمية يقول لك قد هددتها يعني صفاها وهذبها وأيضا اختصرها ولم يجعلها مملة ولا طويلة 144 فهو صادق في هذا القول. بعض الناس يقول لك تهديد كتاب كذا ويكون الكتاب الأصلي
سبع مجلدات، والتهذيب كان سبع ضفنت أو ستة، وأحيانا يكون أكثر، وفي حواشي وكذا. فين ده؟ هذا ليس بتهذيب، هذا تهذيب. هو صادق فقال قد هذبت، ولو واحد في هذا الزمن كان خلاها تعمل 1144 دينار وما كانش حد يدفع فيها ولا درسها، وكانت استثقلت وايه وملت. انما الرصيد اقول لك 144 بسرعه ان شاء الله. قوله والله ارجو، قال الناظم رحمه الله تعالى، لا اقول لك والله ارجو، ولم يقل وارجو الله. تقديم المعمول هنا معناه افاده الحصر، زي والله اسال، يعني لا اسال الا الله، لا ارجو الا الله. ايه معنى الرجاء؟ تعلق القلب بمرغوب في حصوله في المستقبل مع الاخذ بالاسباب، يعني معناها الرجاء يرادفه ليه التامين. ولا يكون ولا يسمى رجاء الا بعمل، اما اذا كان بدون عمل وبدون اتخاذ الاسباب هذا نوع من الطمع. ولذلك سيدنا ابن عطاء الله يقول الرجاء ما قارنه عمل والا فهو امنيه، يعني تمني. اذا الرجاء ما إيه؟ ما قارنه عمل. وما بسطت اغصان ذل الا على ايه بذل طمع. ولذلك شوف الرجاء لازم يكون في ايه يقارنه او يصاحبه عمل، من غير عمل يبقى طمع. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، او رجاء يرجو فليعمل، لانه اذا لم يعمل فهو كاذب في الرجاء، يبقى معناه ايه طمع. خلاص كده. لكن ممكن الانسان يعبر عن هذا الرجاء بالطمع، لان الرحمه واسعه. سيدنا ابراهيم قال والذي اطمع ان يغفر لي، ولم يقل ارجو، لانه يعني معناها الانسان بيطمع يعني ممكن يحصل رحمه الله تعالى وتناله، لانها وسعت كل شيء بدون عمل حتى. لكن في الرجاء لازم يكون بايه؟ بالعمل. كرجاء الجنة مع ترك المعاصي وفعل الطاعات، يعني الإنسان اللي يرجو الجنة مع ترك المعاصي وفعل الطاعات اسمه ايه ده؟ اسمه راجي. وكذلك اللي يرجو النجاح في آخر السنة في الامتحانات مع العمل والمذاكرة اسمه ايه؟ راجي. أما كان زمان يقولون الذي يريد أن ينجح، كده كنا في اللعب ولسه كنا لم تستوي العقول بعد، فكنا يعني ننشغل بالله. فكان احد الناس الناصحين يقول الذي يرجو منكم او يريد ان ينجح بغير مذاكره كالذي يطلب ولدا بغير زوجه. فيعني فيه ايه اسباب، كان يقول ان هذا المثل. كرجاء الجنة مع ترك المعاصي وفعل الطاعات، يبقى اذا كان مع ترك المعاصي اسمه ايه رجاء. المفروض يريد دخول الجنة من غير عمل وهو منغمس في المعاصي اسمه ايه؟ طمع. ما أقل حياء عبدي يطمع في جنة، يطمع سمى ايه؟ طمع في جنة بغير عمل. فإن لم يكن أخذ في الأسباب فهو طمع وهو مذموم. وقولنا في حصوله في المستقبل أي وأما لو تعلق بماض كتمني الشباب بعد ذهابه فهو تمني. يعني لازم الرجاء ده يكون ايه طمع في او رغبه في حصول، تعلق القلب بمرغوب في حصوله في المستقبل. اما اذا تعلق بشيء مضى فهذا اسمه ايه تمني. يعني زي ما يجري اهل الكفر في النار يقولوا يا ليتنا، يتمنوا حاجه فين؟ في الماضي. يا ليتنا نرد ولا نكذب عظم فين؟ التمني، لانه عن شيء في الايه؟ في الماضي، والماضي ده ايه؟ يعصر او يستحيل رجوعه بخلاف الايه؟ الشيء الذي يستقبله الانسان، فيعبر عن ما كان في الماضي بايه؟ بالتمني، وما يكون في المستقبل بايه؟ بالرجاء. عندك الرجاء والتأمين والطمع، والرجاء يرادفه الامل، واحد.
والطمع يمشي مع ايه؟ التمني. اوديا الماضي الماضي اوديا يا ليت لنا مثل ما اوديا يعني ريت معانا زي ما اتكلموا عن الماضي انه لذو حظ عظيم يعني يقولوا ريتنا احنا زيه بيعبروا عن حالهم فين في الماضي فاذا كان حالهم في الماضي هكذا حيبقى حالهم الان احسن فعن يربط حالهم الان فقرهم الان بوجودهم في الماضي وغناهم الان بوجودهم في الماضي ما قالوا في المستقبل يعني يقولون الان بس ما عرفتوا به بالماضي فليس لنا مثلا لنا تعبر عن شيء اليوم ايه لنا نقطه فليس لنا مثل ما اوتي قوله في القبول اي قبول اعمالي والقبول هو الرضا بالشيء والاثابه عليه والله ارجو في القبول نافعا يعني في قبول اعمالي والقبول هو الرضا بالشيء والاثابه عليه والرضا هو انعام الله على عبده او اراده انعامه فيكون معنى القبول انعام الله او اراده انعامه فهو مرادف يبقى القبول معناه انعام الله تعالى انعام ده صفه اذن فعل او اراده الانعام فتكون صفه ذات يعني ممكن نقول كده ربنا حيقبل يعني حيريد يخصص قبول بصفة ذات اما اذا كان حصوله بصفة ايه صفة ذات ده عند مين تعريف اهل السنة اما عند الفلاسفة القبول ده نشوء الثواب عن ذات الله قهرا كنشوء حركة القاتم بتحرك الايه الاسرة والمعتزلة جعلوه الفلاسفة جعلوه إيجاب ذاتي والمعتزلة جعلوه يجب ضمن قاعدة من فعل الصلاح والأصلح حيث قالوا بوجوب الصلاح والأصلح إنما قد يستشكل البعض فيقول كيف قال الفلاسفة بالثواب يعني كيف آمنوا بالثواب وإن كان ينشأ عن ذات الله مع كونهم ينكرون حشر الأجساد ليه؟ لإثباتهم حشر الأرواح وأنها تثاب باللذات المعنوية يعني عندهم الثواب ليس إيه؟ حسيا وإنما أشياء يتلذذ بها فعندهم إثبات إيه؟ الثواب أيضا أما القبول بالنسبة لغير الله وأما القبول بالنسبة لغيره تعالى فهو الرضا بالشيء مع ترك الاعتراض على فاعله والله أرجو في القبول نافعا نافعا بها نافعا ده منصوب ليه والله أرجو في القبول نافعا الدحال من لفظ الجلالة والضمير في جهة بها يعني بإيه بالأرجوزة أو بالمتن اللي هو إيه الجوهرة ويكون المعنى نافعا بمسماها يعني بمضمونها بما تضمنته إن قلت تقييده رجاء القبول من الله لنفع مريدها يوهم أن رجاءه لله قاصر على تلك الحالة يعني يقول لك والله أرجو في القبول نافع كأنه قصر هذا الرجاء في حالة الإيه؟ النافع النافع مع أن رجاء الله تعالى في كل الأحوال مطلوب كيف يكون الجواب أنه لما وثق بالنفع لمريدها من الله فكان أمرا لازما لا يتخلف فصح تقييد رجائه به يعني يقول لك أنا ضامن على فضل الله أن النفع حاصل وملازم لصاحبه يبقى كأن الرجاء أصبح دائما وليس مقيدا بحالة النفع طب من أين جاء بهذا الجزم ليقينه في ثواب الله تعالى وفضله قوله مريدا أي شخصا مريدا لها وقاصدا لها طيب هنا في حاجة سؤال غريب والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا يعني أنت ترجو بهذا النظر أو بهذا التعريف ترجو به وجه الله ولا ترجو الثواب أنت كده عاوز أجر
وعلى الثواب، فهل هذا ينافي الإخلاص؟ مش من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده، يعني في كلامه مريدا في الثواب في إشارة إلى أن العمل لله مع إرادة الثواب جائز، يعني إذا عملت عملا لوجه الله وفي نفس الوقت نويت تدخل به الجنة أو نويت به تحصيل الأجر والثواب فهذا لا ينافي الإخلاص، ولكن الأول أكمل، أنك لا تريد إلا الله وحده، لا ترجو ثوابا ولا تخشى عقابا. دي الحالة ليه؟ لأنه عندنا هنا درجات الإخلاص كم؟ ثلاث. أن تعمل لله وحده، يعني بتعمل ليه كده؟ امتثالا للأمر وقياما بحق العبودية. يعني لماذا تصلي؟ لماذا تصوم؟ ليس من أجل الثواب، وإنما امتثالا للأمر وقياما بحق العبودية. مهما فهذه أعلى درجة، ألا يلاحظ إلا امتثال الأمر والقيام بحق عبودية الله، لأن الله تعالى حقه علي أن أعبده. لو لم تكن لا جنة ولا نار ولا ثواب ولا دي الدرجة العليا، أن يعمل الإنسان لله تعالى وحده، يعني يحطش في اعتباره أنه فيه جزاء. طب الدرجة الثانية اللي هي الدرجة الوسطى، أن يعمل لله تعالى مع ملاحظة الثواب أو الخوف من العقاب. دي الدرجة الثانية، يعني هو لله بس برضه عاوز يثاب من الله مش من غيره، وكذلك خايف من عذاب يرجون رحمته ويخافون يبقى دي الدرجة الوسطى. طب والدرجة الثالثة، أن يعمل الدرجة الأولى اللي هي العليا، والثانية وسطى، والثالثة دنيا، يعني قبل حاجة من الذنوب، مش عاوزين نقول سفلى، لأنه كله يعني شوف التعبير يختلف، إنه كله داخل في دائرة الإخلاص، يعني الثلاثة دول لا ينافوا الإخلاص، وما عدا الثلاثة الجلياء. الدرجة الأولى إنه يعمل لله تعالى وحده، لا عن الثواب ولا عقاب. امتثالا للأمر وقياما بحق العبودية. الثانية مع ملاحظة وخوف العقاب. طب والدنيا، أن يعمل لإكرام الله له في الدنيا والسلامة من آفاتها. يعني عاوز ربنا يكرمه في الدنيا بالصحة، عاوز يدوله ولد، عاوز سيارة، عاوز الخير، تمام، بس عاوز العادي، عاوز في العادي، تمام، دي أقل حاجة تحت. يعمل من أجل إكرام الله، مش الناس كبار ولا ملاحظة الخلق، يعني عاوز يسلم من الآفات وعاوز يكرم. دي أقل حاجة، يعني لاحظ العاجل، والثاني اللي أعلى منه لاحظ إيه؟ الآجل، واللي فوق قال لم يلاحظ شيء إن الله سبحانه وتعالى. والثلاثة دول ما ينافوش الإخلاص، واحد يفهم إنه إذا قصد شيء مع وجه الله تعالى بمعناه دخل الرياء ودخل الشرك، يدخل الشرك أو الرياء بملاحظة الخلق وثنائهم ومدحهم وقصد ذلك. واضح كده؟ إنما الدرجة الثالثة اللي مش ملاحظ إكرام الناس ولا ثناء الناس، إنما ملاحظ إكرام الله تعالى، يعني ينظر إلى أن هذا الإكرام وهذه السعة وهذا الخير من الله تعالى، لا يريد غير وجه الله. يبقى الثلاثة لا ينافي الإخلاص. إن هنا الشيخ في أي مرتبة؟ مرتبة الوسطى، لأنه رأى عليه الثواب. والمعنى لا أرجو في قبول تأليفي أو أعمالي إلا الله حال كون الله سبحانه وتعالى نافعا تلك الأرجوزة مريدها وقاصدها. بس خد بالك هنا، والله أرجو في القبول نافعا فيها مريدا بالثواب طامعا، يعني
احنا عاوزين نخلي الشيخ في الدرجة الاعلى، فنجعل هنا ارادة للثواب في المنتفع، يعني عاوز يثيب من ايه من تعلم هذه الأرجوزة ولا يأخذ نفسه ايه بالثواب. خلاص كده؟ فيكون حال من مريد، ما يكون حال من مريدة، يعني نافعا بها مريدا، يعني من يريد به الثواب. ولو لاحظنا المعنى الثاني فأيضا الشيخ من الايه من الصفوة ومن القمة، لأنها اشتملت على أشرف العلوم. والله تعالى أيضا لما ذكر الأنبياء برضو لا ذكر أنه في قول التي أحسنت فرجها فنفقنا بها وصدر أولي ويدعوننا رغبا ورهبا، فلاحظ أيضا مع أنه أكمل الإيه القلب. فمن عرفها فهو ناج في الدنيا والآخرة. واعلم أنه شاع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فاتخذ الله من ولي جاهلي ولو اتخذه لعلمه. هذا حديث، هذه عباره وارده عن بعض الاولياء، لكن ليس فيه، ليست حديث، وانا تحت يقول لك لا اصل له وليس بثابت، ان هذا ليس بحديث، لكن معناه حيث هذا باللفظ. فمعنى ذلك ان شرط الولايه معرفه بالله سبحانه وتعالى وظهور نور الإيمان له حتى يكون مراقبا لله في جميع أحواله، فينتج ذلك أنه يستدل بالحق على الخلق عكس العوام، فإن كل مؤمن وإن كان معه نور الإيمان إلا أنه تارة يحظو وتارة يغيب، ولذلك كان يستدل بالخلق على الحق، وليس معناه العلم بالأحكام الشرعية كالأنكحة والبيعات وغير ذلك، فإن هذا ليس شرطا بإجماع العارفين. والنفع ضد الضر وهو إيصال الخير للغير. قوله في التوالي طامعا، الجار والمجرور متعلق بطامعا مقدم عليه، ومراده بالطمع الرجاء. لا يعني يستعمل الطمع ويكون بمعنى الرجاء، لأن من تعلق بها وأرادها قاصدا وجه الله تعالى فهو راج لرحمته وثوابه وليس بطامع لوجود الأخذ بالأسباب. والثواب مقدار من الجزاء أعده الله لعباده يوم القيامة بمحض فضله في نظير أعمالهم الحسنة، فثواب الأعمال يكون في القيامة لا غير. واما ما وجد في الدنيا من العافيه او سعه، يعني المراد هنا بالثواب سيكون في الاخره، تمام. اما ما وجد في الدنيا من العافيه وسعه الرزق فاسمه الله تعالى وليست جزاء للاعمال الصالحه، لان لو كانت جزاء لما رؤي ذلك، لما راى ذلك الكافر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء، واعلم ان من العباد من يعبد الله تعالى لاجل تعجيل حظوظ الدنيا، وهذه كلاء، وهذه كلاء ليست عبادة لانها محبطة لا اثر لها ولا شرف. ومنهم من يعبد الله تعالى رجاء في ثوابه وخوفا من عقابه، هذه مرتبة عوام له المؤمنين. وقد أشار المصنف لما قال إيه مريدا في الثواب. ومنهم من يعبد الله لوجهه، قالوا من الثلاثة اللي قسمناهم، ليس راجيا في ثواب ولا خائفا من عقاب، في سورة الكهف هذا المعنى، عارفين الآية؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم يريدون وجهه، هذه المرتبة الأعلى. وذلك هي سورة القمة، سورة الولاية، سورة الكهف، وهذه مرتبة الخواص وهي أعلى. يبقى في خواص وفي ايه خواص الخواص وفي عوام، وهذه عبارة المصنف في الحقيقة شاملة لهذه المرتبة، إما بالأولى لأنه إذا نفع بها أشكله دل عنه، إذا نفع بها الطامع في الثواب فبالأولى الطامع في ذات الله، أو لأن من عبد الله لذاته لا ينافي قصده مع ذلك الثواب لأنه حاصل بوعد الله. يعني ممكن نقول كده أن الشيخ واثق بوعد الله فعبر بذلك، لأن وعد الله تعالى لا يتخلف، إنه ما عبر لقصد الثواب، فهو مصدق بوعد الله وإن كانت
وإن كانت همته وإن كانت همته رضا وإن كانت همته رضا الله يعني وإن كان رضا الله تعالى همته ما هو تشكلها بالفتح أهلا فضيلة مولانا تشتكيوك أنا اللي ما جيتش يوم الأربعاء عشان كنت في اسكندرية عند الغلام. طيب كويس دلوقتي. أما هم فيحاسبون. طيب هنبتدي إن شاء الله إمتى؟ من دلوقتي ولا بعد العيد؟ بعد العيد إن شاء الله. خلاص يبقى بعد العيد بعد العصر. عشان قليل تدوم عليه خير من كثير من قبل. بعد العيد. خلاص إن شاء الله. بس بشرط أن تعطيهم الجوائز. جوائز لكل اللي هيحفظهم. إن شاء الله. الجائزة معجلة في العيد إن شاء الله. بقبول السعر. ان شاء الله طبع في الخير خير ان شاء الله. يبقى وان كانت همته رضا الله تعالى ورؤية وجهه لما في الحديث عجب ربك من قوم يساقون الى الجنة بالسلاسل. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك